أهلا بيك. في البداية دكتور، يعني عايز أتكلم الأول عن اختيار حضرتك مؤخرا رئيسا لفريق المختصين والخبراء بحماية المستهلك في جامعة الدول العربية. أولا ألف مبروك طبعا، الله يبارك في حالك. وياريت تكلمنا عن المنصب ده، مسؤولياته، نطاق مسؤولياته إيه، والدور اللي بتقوم بيه. خليني برضو نتكلم، نقول إن هذا الاختيار ما جاش من فراغ، ده يعني تأكيد على دور مصر الرجالي في الوطن العربي، وطبعا دور القيادة السياسية، وده في النهاية أي اسم مصري كان هيرشح بيلاقي هذا الانتخاب وهذا الترحيب. يمكن زي ما أوضحنا إن الانتخاب تم بالإجماع، ما فيش كان أي منافسة. الدور اللي بنقوم بيه هو زي ما تقول حضرتك كده، بنحاول نوحد كل الجهود الوطن العربي في مجال حماية المستهلك. يمكن الاتحاد الأوروبي سابقنا في المجال دوت بعك طويل، وإحنا بنحاول برضو نلاحق ركب هذه الدول المتقدمة في حماية المستهلك، ويبقى عندنا إطار عام لحماية المستهلك. إحنا بنعتبر ده وسيلة للدخول إلى السوق المشتركة. مش هتلاقي مقاومة، ومش هتلاقي يعني يقول حد يقدر يقول لأ أنا مش عايز حقوق المستهلك في البلد بتاعتي، أو مش عايزها بالقوة المناسبة. فطبعا ليها اكتر من يعني هدف ان شاء الله تحقق خلال فتره الرئاسه السنه دي، منها ان احنا نعمل انذار مبكر. عارف حضرتك الدول العربيه كلها تقريبا حدودها واحده، انماط الاستهلاك شبه قريبه لبعضها جدا، فممكن ما بنلاقي في بعض السلع الوارده من الخارج فيها اضرار للصحه بتخرج او بتتمنع في دوله بيقربوا بتدخل بيها دوله تانية. فطبعا برضو بنعمل انذار مبكر لدوت لتنبيه الدول العربيه كلها المشتركه في هذه اللجنه، وبعض المهام الاخرى ان شاء الله اللي هنقوم بيها وهنعلن عنها على طول. ممتاز. طيب خلينا بقى نروح للجزء الاول او المحور الاول في مواجهتنا النهارده دكتور احمد، وهي الجزئيه الخاصه بالمدارس، لانه الحقيقه ده موضوع بيهم كتير من الاسر. فكره تحويل المدارس اللي لم تلتزم باعاده 25% من مصروفات نقل الطلاب للأسر وللأهالي، تحويلهم للجهات القانونية. كلمنا عن كواليس هذا القرار الحاسم، إزاي تم اتخاذه، إيه الشكاوى اللي جات لكم وردت إليكم من المواطنين؟ خلينا نتكلم الموضوع من بدايته، وإحنا موضحين الخطوات اللي هنمشي فيها. فإحنا ما فيش حد يقول إن هو اتفاجئ إن تحول للنيابة. من دي ون أو من أول مناقشة في هذا الموضوع في جميع البرامج أوضحنا إن في منهجية محددة الجهاز ماشي بيها بوضوح، ودايما بيمشي بيها في كل القضايا، وكنا مركزين على موضوع المدارس بوضوح جدا. قلنا احنا هنصدر القرار الملزم ثم ينشر في الجريدة الرسمية فالكل اعلم بيه، مفيش حد هيقول لا انا معرفش، اصل ما جاليش من المديرية، اصل ما جاليش من الكلام دوت، فهو اعلم بيه. ثم فتحنا المجال لأولياء الأمور أنهم اشتكوا، ولا زلنا فاتحين المجال. جالنا أكثر من 2000 شكوى، خاطبنا معظم المدارس اللي جالنا بشأنهم شكاوي. عايز اقول لحضرتك ان نسبه الاستجابه من 93 ل 95%. المدارس المالتي ناشونال والانترناشونال والمدارس الخاصه والمدارس اللي تابعه للمعاهد الازهريه والمدارس اللي تابعه للكنيسه كله التزم تقريبا. في عدد من المدارس رافضين الالتزام واعلنوا ده صراحه، واللي احنا ابتدينا بيهم النهارده بالاحاله لنيابه الشؤون الماليه والتجاريه بعد التنسيق معاها طبعا. وزي ما قلنا كده احنا ادينا لهم فرصه، قرار طالع من شهر 9 اخر شهر 9، ادينا لهم فرصه للتنفيذ، ادينا لهم فرصه انه يرد حقوق المستهلكين، لان هو دفع مبالغ لحاجه ما خدش منها مقابل هذه الخدمه. الدنيا واضحه جدا. دي هي خدمه الاتوبيس في الفصل الثاني تحديدا من العام الماضي. النص الثاني من الفصل الدراسي الثاني هو ده المقصود بيه ال 25%. فبالتالي الدنيا كانت واضحه، واحنا نبهنا وقلنا الاجراءات القانونيه هي دي، هنحاول للنيابه المختصه. وزي برضو ما اعلنا ان الغرامات تبقى بعد الاحاله المحكمه الاقتصاديه، الغرامات تبقى للقانون بتبقى من 20,000 جنيه لمليون جنيه، وفي حاله العود يعني التكرار بتبقى ده على كل شكوى يا فندم، كل شكوى منفرده. يعني احنا النهارده حولنا 3 مدارس ب10 شكاوي، في منهم مدرستين تابعين لاداره معينه فيها 9 شكاوي لوحدهم. كل شكوى من دي هتنزل قضيه منفصله وتاخد حكم منفصل. هل من الممكن فعلا، يعني حضرتك بتقول لي انه الغرامه من 20,000 توصل لحد مليون جنيه، هل ممكن فعلا تطبيق هذه العقوبه القصوى على المدارس، خصوصا لو في مدرسه عندها اكثر من شكوى؟ طبعا ده اختصاص المحكمه، لكن بيحصل كده وفي احكام ثانيه وفي قضايا ثانيه بتطبق الغرامات زي ما بيرتقى القاضي من ال 20,000، حتى لو ادوا لهم 100,000 جنيه اعتقد في بنتكلم في 9 مرات، يعني بنتكلم في مليون جنيه، كان متهيألي ان هو يرد المبالغ افضل كتير ليه. طب يعني عايز اسال برضو عن الجامعات، هل الجامعات في الجزئيه دي عليها اي نوع من المخالفات؟ القرار زي ما قلنا قبل كده كان بيختص بالمعاهد، بالمدارس، بالجامعات، باي تنظيم بياخد نفس الفكره بتاعه التوصيل من نقطه لنقطه بمقابل سواء شهري سواء سنوي سواء نصف سنوي. وبالتالي انا بقول لحضرتك ان ورصدتوا مخالفات فعلا في الجامعات ايضا؟ كان في بعض المخالفات فعلا اترصدت، ولكن اصحاب الجامعات بدروا بالحل بعد ما لقوا ان الاجراءات القانونيه ابتدينا ناخدها، وفي زي ما بقول برضو
التزام الجامعات الدولية كان شيء يعني رائع جدا وكان مباشر على طول، وبرضو التزام المدارس الدولية اللي كانت شايفة نفسها ان ما فيش حد بيقدر ينظمها في مصر برضو التزمت معظمها، ويمكن النهاردة بنحول ثلاثة اللي هم اعلنوا صراحة عدم الالتزام تأكيدا على سيادة القانون. هل جالكم كمان شكاوى من اي من المدارس الخاصة او الانترناشنال ليها علاقة بارتفاع المصروفات عن النسبة اللي كانت محددة من قبل واللي حددتها وزارة الزيادة، يعني نسبة الزيادة اللي حددتها وزارة التربية والتعليم قبل كده؟ هقول لحضرتك والله وزارة التربية والتعليم عاملة حاجة ظريفة جدا، انها عاملة ويب سايت بيدخل ولي الامر بالرقم القومي بتاع الطالب بيعرف بالظبط الرسوم المستحقة على ابنه على طول، متحدده بالرقم بالمبلغ بالمليم. فطبعا ده في كل المدارس ولا كل في المدارس الحكوميه في كل المدارس فقط؟ لا مش في الحكوميه خالص، ده معموله في المدارس الخاصه وفي المدارس الدوليه، محطوط المصاريف بتاعتها بحيث ان ولي الامر يراجع في حاله وجود اي مخالفه بيلجا لينا او بيلجا لوزاره التربيه والتعليم.